ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أدى البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينج جمال بن صديق مناسك العمرة الخاصة بشهر رمضان، وحرص البطل المغربي على توثيق هذه المناسبة من خلال بعض الصور التي تقاسمها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وكان بن صديق قد أطل صباح اليوم الجمعة بلباس الإحرام من داخل الكعبة المشرفة في صور أرفقها بتعليق جاء فيه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.